كتعاني اختي من التجاعيد في الوجه ديالك؟ بغيتي البشره ديالك تولي مجبده وتهني من التجاعيد اللي عندك تحت العينين، او لا التجاعيد اللي عندك حول الفم، او لا في الجبهه، او لا الترهلات اللي عندك في العنق، او لا التجاعيد اللي عندك في اليدين ديالك؟ بغيتي الوجه ديالك يولي مجبد وتخلصي من دوك التجاعيد يعني بسرعه؟ اليوم جبت لك واحد السر مخفي، حتى ولو كنتي تجاوزتي الستينات او السبعينات البشره ديالك غتولي ديال بنت العشرين، كلشي غادي تصدم في البشره ديالك، وحتى انت ملي غتجربي هذه الوصفه هذه غادي تصدمي من النتيجه. وصفه كتعطي واحد النتيجه البنات، صراحه ما نكذبش عليكم، هذه الوصفه هذه اللي جربتها غادي ترجع تشكرني عليها، يعني وصفه كتعطي واحد النتيجه من اول استعمال. غادي تجربوها وغتلاحظوا واحد الفرق كبير، واللي شافتك يعني غادي تسولك على الفرق اللي غادي يبان لك على الوجه ديالك، يعني غتسولك اشنو درتي للبشره ديالك. هذه الوصفه كتعطي نتائج يعني بديله للبوتوكس، بحال درتي البوتوكس او لا يعني الشد للبشره ديالك. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، هذه الوصفه غادي نشاركها معكم حصريا على القناه، غادي تجربوها وكلكم غترجعوا تشكروني عليها. تبعوا معايا تفاصيل خطوه بخطوه ديال هذه الوصفه، ما تنسونيش واحد لايك للفيديو هكا باش يشوفوا يعني اي وحده محتاجه لهذه الوصفه تشوفها ويطلع التفاعل على هذا الفيديو هذا. وخليوا لي الاراء ديالكم كذلك في التعليقات، او شي تساؤل مرحبا خليوا لي في التعليقات، وغادي ندوزوا نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا. عندنا اول مكون كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو هو اوراق الزيتون. اوراق الزيتون من اقوى المكونات اللي كتعمل على شد البشره، اللي يعني كتعطي واحد الشد للبشره، شد خارق يعني، كتعطي واحد النتائج يعني سريعه في شد البشره، كتقضي على دوك التجاعيد اللي كيكونوا في الوجه، سواء اللي كيكونوا يعني في الجبهه، اللي كيكونوا يعني في تحت العينين او لا حول الفم. المهم كتعطي يعني واحد النتائج يعني سريعه في شد البشره. هنا كناخذوا كما كتشوفوا معايا اوراق الزيتون، كناخذوا هكا واحد الكميه كما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكنغسلوهم مزيان حتى كنحيدوا منهم ديك الغبار، ديك الاتربه يعني الاوساخ اللي كتكون على الاوراق، كنحيدوها يعني كنغسلوهم مزيان. هنا بالنسبه للاوراق الزيتون ف تيعالجوا لنا الالتهابات ديال البشره، تيحميوا لنا البشره، كذلك تيقضيو على التجاعيد، تيقضيو على المهم مفيدين بزاف، كيقضيو على جفاف البشره خصوصا في هذا الوقت هذا ديال البرد، البشره كتنشف، فهما تيرطبوا البشره وتاخروا لنا من ظهور التجاعيد. حتى ولو ما فكش تجاعيد ديري هذه الوصفه هذه تمنع لك من ظهور التجاعيد. من بعد ما كنغسلوا دوك الاوراق مزيان حتى كنتاكدوا بان ما بقات فيهم حتى شي حاجه، تنضيفوا ليهم كاس ديال الماء كبير كما كتشوفوا معايا، وغادي نديوهم على النار نخليهم حتى يطبخوا لينا مزيان كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. تنديرهم على واحد النار تكون هكا متوسطه وتنخليوهم، ومن بعد غادي نرجع معاكم. هنا من بعد ما طبخوا لينا دوك اوراق الزيتون كناخذوهم كنصفيوهم، تناخذوا يعني المنقوع ديال اوراق الزيتون او لهاد يعني الماء اللي طبخنا فيه الاوراق الزيتون، وكنصفيو هاد الكميه هادي، كناخذوا هاد الماء كنديروه عاوتاني في واحد الاناء او لا واحد الكاسرونه، ومن بعد غادي ناخذوا غنخليوه على جانب طبعا، وغادي ناخذوا نشا الذره اولا مايزينا اولا هاد المهم اي نوعيه، مهم نشا الذره. كناخذوا ملعقه كبيره يعني مع هاد القياس اللي درت انا غناخذ ملعقه كبيره كما كتشوفوا معايا، كاس كبير ديال الماء غنديروا ملعقه كبيره، وغنضيفوا عليها قليل من الماء يعني غير واحد شويه ديال الماء غير باش يتخلط لينا هاد النشا كما كتشوفوا معايا، غير باش يذوب لينا داك النشا كما كتشوفوا معايا، ما كتبقى فيه لا كويرات لا حتى حاجه، يعني كيولي خليط سائل كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غناخذوا داك الماء ديال اوراق الزيتون وغنضيفوا فيه هاد الماء يعني اللي فيه النشا بهذا الشكل، وغنخلطوا مزيان. هنا ما تضيفوش النشا مباشره لانه كيتكور يعني مع الخليط سخون مع داك الماء سخون، ضيفوه يعني خلطوه بوحدو وضيفوه نضيفوه لهذا الماء ديال اوراق الزيتون. كنخلطوا كل المكونات جيدا وكنعاودوا نديوهم على نار اللي تكون ناقصه شي شويه مع التحريك المستمر حتى كنتحصلوا على واحد الخليط يعني نوعا ما يعني كريمي. اهم حاجه هو انكم تبقاو كتخلطوا مزيان باش ما يلصقش لكم ويتحرق لكم هذاك الخليط، لان ضروري التحريك مع انه فيه نشا ضروري من التحريك. من بعد تنخليو داك الخليط تيبرد لينا واحد شويه، وكنديروه في واحد
واحد الاناء يعني ديال الزاج، وكنحتفظوا به يعني هذا الخليط كنحتفظوا به في الثلاجه، كيبقى صالح للاستعمال لمده اسبوع. يعني كتحتفظوا به في الثلاجه في شي اناء يعني يكون ديال الزجاج، يعني في شي حاجه ديال الزجاج كما كتشوفوا معايا، اولا في شي قرعه ديال الزاج كما كتشوفوا معايا، شي حاجه اللي تكون كتسد محكمه الاغلاق وكتحتفظوا به مده اسبوع كيف ما ذكرت لكم في الثلاجه. هنا غادي نبداو الطريقه يعني كيفاش غادي نحضروا هذا الماسك ديالنا. غادي تبقاو كتاخذوا يعني واحد الكميه اللي بغيتوا على حسب القياس اللي غادي يكفيكم البشره، ولا البشره والعنق ولا اليدين، يعني القياس اللي بغيتوا غتاخذوا القياس اللي غادي تحتاجوا. المهم انا غناخد هنا واحد الكميه كيف ما غادي تشوفوا معايا، تقريبا هنا خديت 2 معالق كبار تقريبا. ومن بعد ما كناخدو ديك الكمية غادي نضيفو ليها زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو مفيد جدا في هاد الوصفة هادي، كنضيفو واحد نص معلقة صغيرة هكا ديال زيت اللوز، وكنخلطو مزيان. طبيعه الحال هاد الماسك خليه حتى يبرد، انا هنا حيت كنصور داكشي علاش راه مازال كيبان لكم سخون. من بعد ما درت زيت اللوز وخلطت مزيان، غادي ناخدو هاد الجيل هذا ديال لالويفيرا اولا جيل الصبار، هذا زوين بزاف في هاد الوصفه هذه، بحيث ان حتى هاد الجيل ديال لالويفيرا حتى هو يعني مزيان بزاف للبشره كما كتشوفوا معايا. غادي نضيفوا معلقه صغيره. هنا بالنسبه لهاد الجيل ديال الصبار او لالويفيرا، فهو تيعالج لنا التجاعيد، تيعطي التنعيم والترطيب للبشره، يعني مفيد بزاف. كنخلطوا ديك المعلقه صغيره مزيان مع هاد الخليط كما كتشوفوا معايا، كنخلطوا حتى كنتحصلوا على خليط يعني كريمي، بحال غيولي عندنا بحال الكريم كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. كنخلطوا كل المكونات مزيان. هنا بالنسبه اللي ما عندهاش زيت اللوز، لان ربما يجوني تساؤلات يعني في التعليقات على زيت اللوز، الا ما عندكمش ممكن تعوضوه بزيت بذور العنب، ممكن تعوضوه بزيت اللوز المر حتى هو مزيان، ممكن تعوضوه بزيت الارغان، زيت السمسم، يعني كلهم هادو زيوت يعني مفيده للبشره. من بعد ما غادي تحضروا هاد الكريم توجدوه، غدوزوا لطريقه الاستعمال. اول حاجه كتغسلوا البشره ديالكم مزيان، يعني كتنقيوها من داك الماكياج، من اي حاجه ضروري كتغسلي البشره ديالك بالغسول ديالك اليومي اولا باي حاجه يعني كتستعمليها انت البشره ديالك، كتنشفي البشره ديالك مزيان وكتقومي بتطبيق هاد الماسك. كيفاش غادي تطبقيه؟ هو انك غدلكي به البشره ديالك مزيان، هي كتشرب لك هاد الماسك وانت كتعاودي تدلكي واحد الطبقه ثانيه وكديري التدليك، يعني كل ما دلكتي البشره ديالك بهاد الوصفه هي كتشرب لك البشره ديالك هاد الكريم المده يعني واحد 3 دقائق هكا كدلكي البشره ديالك. من بعد كتابليكي واحد الطبقه ثالثه يعني على البشره ديالك، وكتخليها يعني كماسك على البشره ديالك، كتخليها واحد 15 حتى 20 دقيقه وكتغسلي البشره ديالك. هذا الكريم كديريه بشكل يومي، كيرطب لك البشره. ثاني حاجه كيجدد لك الانسجه ديال خلايا البشره، كيشد لك البشره من العمق، كيبيض لك البشره، تيصفي لك الوجه ديالك من البقع الداكنه، من دوك التصبغات، يعني كيفتح لك لون البشره، كيضغطي لك لابو، يعني كيرطب البشره. وهذا كتحتفظوا به كيف ما ذكرت لكم في الثلاجه يعني مده اسبوع، كيبقى عندكم، كتبقاو تاخذوا منه القياس اللي بغيتوا وتستعملوه للبشره. هذا زوين بزاف، استعملوه بشكل يومي غتلاحظوا واحد النتائج اللي عجيبه سبحان الله. المنافع ديال اوراق الزيتون وديال الشجره المباركه كثيره بالنسبه للبشره ديالنا. وهذا هو الماسك، كنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وتجربوه، وخليوا لي ضروري الاراء ديالكم في التعليقات. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، ما تنسوش تشاركوا هذه الوصفه هذه مع الناس اللي كتعرفوا في مواقع التواصل الاجتماعي. ولهنا نقول لكم تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده مع فيديو جديد، ومع السلامه.